السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا وين المدرب تاع أوغندا وين يشيد بالمنتخب الجزائري ويرفع التحدي أمام أشبال بالماضي. احنا اليوم يعني ما كانش هذيك تاع يجي مدرب يقولنا انتم الأقوياء نطلقوا روحنا باللي احنا صح اقوياء، نمشوا الظل الظل نوصلوا، استمشمات السرعك ما والو، امشي الظل الظل حاجه ما توشيش. كيما درنا مقبل، كيما درنا مقبل، دخلنا زازا بالمطارق تاعنا، احنا من بعد قسنا المطارق ولينا ضروري كيما احنا، يعرفونا ما يربحوناش، احنا يعرفونا يخافوا منا ما غاديش يتوشونا، احنا ما كاش اللي غادي عمر روقيس بوط وفوت، لازم دروك تشكرني تشكرني الله يسهل عليك حمار لي صحيح، بصح حتى الا غادي ما نرحمكش لازم كيما هكا ما يطلقوناش الزيت في طونطيحو، ولا الناس يطلقونا الزيت كيما نهار تاع سيراليون، يعني عقل عليا قدامنا نلعبو بالنار حنا يوم فرحانين تك سيراليون المدرب تاعهم غادي كوسام كاع ما يلعبش منا 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 من. شا قالنا قال لهم الجزائر مرشحه الاولى في المجموعه تاع غينيا الاستوائيه، قال لهم مرشح هو بيلعب معنا غدا ان شاء الله، قال لهم مرشح الجزائر تروح تدي تربط كوب دافريك، حنايا موتى كاع موتى امام صايب بين القاو ميت بيلقى سبع تاع الكوت ديفوار. شا قال لهم شا قال لهم قال لهم مرشح الجزائر الجزائر النهائي، نتلاقاو مع الجزائر في النهائي، هو ضربنا بثلاثه حنا خاسرين بثلاثه كملت البارتية المسار واش دار، قال لك الجزائر منتخب شرس وحنايا خارجين بنقطة، مبلعين الباب طاونا الكاميرون كوت ديفوار طاونا الباب تاع السطاد، قلنا بلعهم وراكم لا بغيتو ربي، حنا التوالى خرجنا في الجروب تاعنا، خرجنا حنا التوالى في الجروب تاعنا، خرجنا بنقطة في الجروب تاعنا. نتحدث المدرب المنتخب أوغندا يعني يوم الخميس عن وصلوا هما خميس عن مواجهة المرتقبة ضد الجزائر السبت المقبل في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023. شو هذه الأخرى هدرت عليها الديبلاسمو، يعني هما جايين حدا تنزانيا، هما متقاربين لتنزانيا، شو الديبلاسمو هما كي جاو يجوك بكري، جاو لتونس، جاو نهار الحد لتونس تاك يوجدوا يعني التقارب المناخ كلش كيف كيف، هما ما يغبناوش راك الحمار يجو بعد جاوا بالخميس الجمعه السبت يلعب لك، حنا عندك يومين باش توصل لتنزانيا لي سكال ولا تما الزوار. مثال نقولوا حنايا بالناصر عنده 26 عام ليشان نديروها باللي السبت 26 عام، اي مثال كي يوصل تنزانيا يوصل مولا 60 عام 26 عام ويومين باش يكون على بالك 26 عام ويومين، يومين زياده في حياته، ويعطيك برومي ماتش لهنا، برومي ماتش يعطيه لك هنا عندك، بصح دير حسابك باللي ليكيب اللي غادي تجيك تجيك مرتاحه، حنا نروحو نقلعو نكملو بارتي من نقلعو منا قلع اوموا غادي تبات نلعبو 8 تاع الليل، غادي نقلعو العشرة تاع النهار ولا نقلعو تقلع الطيارة، يا ساعة توصل نتا لتنزانيا، راك تشوف كيفاش تعب ليسكال، عندك شي خطرة دير ليسكال وقيلة، راك تشوف، معليش. وقال المدرب السربي المدرب تاع أوغندا في تصريحات إعلامية خلال وصول بعثة المنتخب أوغندا إلى الجزائر أن الخوض منتخب جيد ويلعب كرة قدم حديثة، وأوضح المدرب أوغندا أن عناصره رغم ذلك جاهزة لرفع التحدي رغم صعوبة المهمة أمام محاربي الصحراء. ما غاديش تربحونا أنت ما عندكش إيكيب، ماشي قضية زعما غادي ديرونا ما غادي ديرونا لا مشكلة ما غادي تربحونا، ما غادي ديرونا مشكلة ما غادي تربحونا، هذه بالتالي كاع خاطر المنتخب تاع أوغندا منتخب تحت الضعيف، انا راني نهضر على حساب ما تفرست
تفرجت عليه كونتر العراق وتفرجت عليه كونتر المالي، روحوا ديروها وشوفوا. تفرجت عليه يعني عنده لو طروط في لا ديفونس، الميليو تيرا فانيك بيت راني نقول فيها ونعاود، عندهم ذاك التروا تاعهم عقليه عطال، ضعيف ضعيف دفاعيا وخاطر هجوميا، يعني خاطر كيفاش يطلع يتري مليح هو سيبيني يتري بها الداخل، هذا مكان عندهم الأونس وعندهم الناف تاعهم صعيب يلعبوا على راسه، يلعبوا على راسه تسيبو من لي كوتي تاع التوش يجي من عند السونتر يديروا لي روتري الداخل يلعبوا على راسه، كما كان سليماني في السيربي حوسوا على راسه، كان المعلق يقول لك لاعبين تاع الشباب الوزداد يبحثون على راس سليماني، هذه كيما هكا هما يلعبوا على راس الناف تاعهم، يلعب دوبلو طونت، انا تفرجت عليه يلعب دوبلو طونت. واضاف المدير الفني لتاع اوغندا ان ما يدل على قوه اشبال المنتخب الوطني هو احرازهم كاس امم افريقيا 2019 وكاس العرب 2021. وقال المدرب الجزائر بلد كرة القدم وجماهيرها تعشق اللعبة، لاعبون الجزائر يملكون مستويات كبيرة ولهم خبرة لازمة ونحن نحترمهم. وأضاف المنتخب الجزائري كان يستحق الوصول إلى كأس العالم، لقد فاز بثمانية أهداف على جيبوتي وحط الطائرة وين أقول بلي ربحنا جيبوتي، وحتى الطائرة البعثة المنتخب أوغندا ظهر يوم الخميس بمطار العاصمة قادم من تونس أين أجرى منافس أفناك تربص تحضيري هناك. ويستهل المنتخب الوطني رحلة التأهل كان كوتيفوار بمواجهة أوغندا يوم السبت على أرضية الملعب 5 جويلية على الساعة 8 بتوقيت المحلي، وبعد ذلك يطير زملاء الحارس رايس وهاب بولحي إلى تنزانيا لمواجهة المنتخب بلاده يوم 8 جوان في إطار الجولة الثانية. المهم دروك المنتخب وين قال لك يستحق كأس العالم، يعني نقولوا بلي يستحق كأس العالم بصح ما روحناش يا ولد عمي، غير يستحق هي يعني وين وصلت اللي وصلت بلي ما روحناش. إيه بصح انا اليوم شفت في المطار ما لقات كانت خاصه واحده، قولوا لي شكون هي في الكومونتير قولوا لي شكون هي، كانت خاصه مراه ما جاتش ما شفناهاش، مراه ما شفناهاش، كانت خاصه واحده ما شفناهاش، والله ما شفناها واحده مضاريه تلقى الغاشي مضاريه جلابه كحله تقول شيطان مضاريه تجري في المطار تجري في الاستاد. أنا المهم وين قال لهم يملكون لاعبين ومدرب كف وذو سمعة جيدة وخبرة كبيرة، وين اللاعبين الذين يكسبون خبرة كبيرة، كما أضاف لاعبون منتخب الجزائر يطبقون لعبة محترفة ونحترم ذلك، أعلم جيدا أن ضياع الفرصة التأهل إلى المونديال كانوا يستحقون ذلك. يا ودي راحت، إحنا المهم ضروك وين بقات عند كيما يقول لك المنتخب بقات عند اللعابه والمدرب، يا خويا قلع من جديد وصايك عندك 4 سنين قلع من جديد، خاطر علاه غادي كاع اللي يلعبوا كوب دي موند الناس كاع تعاود من جديد تعاود يقلعوا من جديد، حنا باين نقلعوا من جديد، يعني ما بقاوش عاطين كونفيونس اللعابه من 2019 اللي عرفتهم في 2000 اللي عرفتهم كينيا في 2019، تروح عند اللعابة تاع كينيا مش راهم يلعبوا، تاع كينيا ما راهمش يلعبوا، اللي لعبنا لهم في 2019 برومي ماتش هذوك ما راهمش يلعبوا، هذوك اللعابة اللي لعبنا لهم كينيا وغيرت، وحنا مازلنا نقارنوا لهم حتى يعتزلوا، إلا ما اعتزلوش نقعدوا نعيطوا لهم، شو كيفاش؟ عليك لازم ننقوا شوية نسيقوا شوية، قلع اضرب اللقنات. لازم لك تغيير ساعه نلعبوا هذو لي ماتش ولا تغير كل ماتش نشوفوا 3 ولا 2 هي تاع 7 ديريكت، هذه كنا موالفينها مع زاتشي
مي تكون كاينه حاجه ولا منا بيسكر الغاشي ولا هاي هاي هاي، يروح يجيب 8 9 10 من الشوارع في فرنسا يجيبهم ويقول لك جبنا هو يجيب من مارسي ماشي اولمبيك مارسي، لا غير يسكنوا في مارسي يجيبهم يلعبوا. على هذيك نقولوا يا ودي هذا الامور نعرفوهم، لازم لنا زوج ثلاثه حبات ان يكونوا في المستوى، تربص الجاي حبه زوج في المستوى ترى كيما هكا. ما انا يقول لك انتظروا ديلور يعني في سبتمبر، ديلور نعرفوا ديلور ما ننتظروش غادي يجي يلعب نورمال، انتظروا حاجه جديده هذه هي.